مساءكم بغداد. أول حوار في الحضارة السومرية أزكت حروفه مياه دجلة. أول حديث عن كنوز الأرض بدأ بقطرة نفط من بلاد الرافدين. أما اليوم من قلب السحر على الساحر يحاول العبث بحوار متزن. أهلا بكم في برنامجكم العراق وقصص أخرى. إلى العناوين. القصة الأهم، هيبة بالمجان على ظهر العراق. وزع هيبة وطعمينا، وزع هيبة وكلنا. الكاظمي يبدأ بالإنترنت لإيجاد لقاح ضد الفساد. وفي قصة السيادة، لغز الكاظمي يفضح الأسرار ويقلب طاولة المسكور. يحتاج العراقي اليوم لكأس شاي ودقائق حبلى بالهدوء، يريد أن يعيد الاتزان إلى مجراه. لكن ما يثير الحزن أن الغالبية اعتادت اليوم على الظلم والخسران، وكأن في العراق من يريد لهذا الفساد أن يستمر وتتوارثه الأجيال. وإن حاول أي مسؤول شريف أن يضبط المعادلة فإن الغضب سيشتعل في كل مكان. لكن لابد من الغضب. غضب مطلوب إذن لعلاج الفساد، أو كما يقول المثل، وجع ساعة ولا وجع كل ساعة. تقول القصة، قرر قط ما أن يكون صديقا للفئران وأن لا يلتهمها، فأمسك بفأر وقام بتعليقه من ذيله. وصلت الأنباء إلى مسمع كبير الفئران، فقام بتقديم شكوى إلى مجلس أمن الحيوان. تضمنت الشكوى فعلة القط الشنيعة وتعذيبه للفأر. استنكر المجلس ما فعله القط بالفأر المسكين، ورجع كبير الفئران فرحا لحصوله على الاستنكار، حيث أنها أول مرة يحصل كبير الفئران على استنكار ضد أفعال القطط الشنيعة مع إيران، عفوا مع الفئران. مصور مخرج عد المنتج، إلا إيران. نعود إلى قصة الفئران. قام القط بإنزال الفأر في الحال، وعادت المياه إلى مجاريها كما في السابق. هكذا يريدون كل شيء يعود إلى مجراه. السيادة وهيبة العراق، الكاظمي نصير الحق المسلوب، حق الهيبة، وما يحدث من انتهاك إيران وتركيا أمر يضحك ويبكي. هل تحترمون المواثيق وحق الجار على الجار؟ دعونا نشاهد هذا الفيديو معا. صناعة الهيبة، صناعة الخوف، فت المراجل، أية تسمية تصح لبناء هيبة دولة على حساب العراق. فالساحة مهيئة والعراق خاو على عروشه. إذن فإيران تجد العراق ملعبها المفضل لترفع صوتها في وجه أمريكا، كذلك تفعل تركيا. مؤخرا تعود في وجهة الأحداث أصوات الكاتيوشا المنتمية لطهران في ثلاث ضربات منذ حديث الكاظمي عن حوار استراتيجي. ثم تأتي تركيا لتقصف مواقع قالت إنها لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق. العراق أمام مفاصل كثيرة في تغيير الدولة إلى تحول دراماتيكي في سباكة قنوات دبلوماسية وصناعة دولة القانون، فيما تنتهج الميليشيات الولائية لإيران في عراق ما بعد 2003 نهج الصراع ناسفة أي احترام للمواثيق الدولية مع العراق كجار رسمي وشعبي. مبدأ الكاظمي في المرحلة المقبلة الذهاب نحو السيادة والإعمال بها، المبدأ الأكثر أهمية والعنوان الذي يضمن نجاح التحديات الأخرى كالأمن والاقتصاد وخزينة الدولة ومحاربة الفساد والصحة والتعليم. فخرق الأجواء كفيل باستمرار الحالة الموتورة في الشارع العراقي أو العراقي نفسه. إيران وتركيا، من بقي بعد؟ وهل تبحث دول عن بناء شخصيتها على حساب العراق؟ يتساءل العراقي بسخرية مفرطة في زمن يزداد التفاؤل بحكومة تسعى إلى تحقيق السيادة المطلقة. شاهدنا الفيديو معا، لكن هذا الفيديو عندما نشرناه عبر قناة التغيير على يوتيوب وفيسبوك أحدث الكثير من ردود الفعل، بين متشائم ومتفائل، بين متشائم بوضع العراق من فساد وظلم وجوع،
وبين متفائل بحكومة الكاظمي التي ستحارب الفساد وتبدأ بتهريب الإنترنت وأمور أخرى. دعونا نقرأ بعضا من هذه التعليقات. على فيسبوك كتبت وردة النرجس: والله أنا بالنسبة إلي أفكر أهاجر، لأن ماكو نتيجة من هذا الظلم والطائفية اللي انصبت على راسنا. للأسف لا يوجد لدينا وحدة كشعب لكي نطالب بحقوقنا حسب العدالة الإنسانية. يعني يا وردة نحتاج شوي يكون عندنا تفاؤل. بالتأكيد يوجد فتنة وطائفية ويوجد فساد ويوجد من يغذيها ليستمر الفساد، لكن خلينا نكون متفائلين. نروح للتعليق الثاني. التعليق الثاني لو وسام علي. وسام يقول: هسه الحجي يبلش ويبدي، لأن هواية أحزاب وخطوط حمراء ما عجبهم تصرفاته. إذا كان مع الشعب الله يحفظه من شر الأشرار. نشكرك وسام على هذا التعليق. بالتأكيد نحتاج إلى أن ندعم أي حكومة تريد محاربة الفساد. نذهب للتعليق الثالث واللي انتقيناه على هذا الفيديو. أحمد العراقي يقول: محاربة الفساد مثل تنظيف السلم من أعلى إلى أسفل. يعني أحمد يقصد أنه إذا ما وصلت لرأس الفساد وهرم الفساد ما تقدر تعالج. لكن يا أحمد، التفاؤل بحكومة الكاظمي بالتأكيد لازم نشوف نتائج على أرض الواقع. هذه تعليقات على هذا الفيديو. في قصة السيادة لغز الكاظمي يفضح الأسرار ويقلب طاولة المستور. دعونا نشاهد معا تفاصيل محاربة الفساد وإعادة السيادة لأرض العراق. هذه المظاهرات هي حالة من حالات المطالب. استراحة محارب تنعم بها كعراقي لتشاهد بضع دقائق من حديث هادئ لرئيس الوزراء، الهدوء الذي لم تعهده في سنين عجاف. أما النتيجة فهي صخب وضجيج يحدثه الاتزان ووعود الرجل، حيث بدأت نتائج علاقاته ومشاوراته تتضح شيئا فشيئا. إيران وأمريكا الدولتان الأكثر تناحرا على الساحة العراقية، بينهما ألغاز وأحجيات كان يفكها العراقي على حساب حياته واستقراره المنشود. وبعد مخاض عسير جاءت الحكومة الهادئة بقيافة الكاظمي الذي نفض غبار ما مضى بعنوان الاستراتيجية. إذن هي الخطط التي ترسم على خارطة الطريق تعطيك الأمل في تحقيق النتائج المرجوة. لكن المنشود أيضا أحياء السيادة العراقية بوقف التدخلات الخارجية، حوار عميق يبحث في تفاصيل العلاقات الثنائية والثلاثية والجمعية. النفوذ الإيراني الذي لا تريده أمريكا، والأخيرة لا تريد طهران نفوذا لها بالمطلق. الدولتان أمام العراق اليوم الذي يبحث عن سيادته كذلك. يقف الكاظمي بحديث صريح ويحيي الأمل بضبط الوتيرة في التعاون الأمني والسياسي، بعيدا عن أي تهديد أو تحذير يعيق الرئيس الجديد. الخاسر الأكبر كان دوما هو العراق وشعبه الذي لا يزال يذوق مرارة الحروب منذ عشرات السنين، ولا يهتم بشخص رئيس الوزراء، إنما يهتم بنتائجه. لكن النتائج اليوم بدت واضحة الملامح، فرئيس الوزراء يعلنها كوضوح الشمس أن العراق لن يكون بين مطرقة أمريكا وسندان إيران. أكثر ما يهمك أيها العراقي اليوم هو قتل الفساد. بالتأكيد هذا الذي كسر ظهر العراق وأرهق البلاد والعباد. بصيص أمل يلوح في الأفق، يعيد الكاظمي مزيدا من الأمل ويبدأ حربه ضد الفساد. يبدأ من موبايلك الشخصي، يدخل كل هاتف. علك تصبح متمكنا من مشاهدة هذه الحلقة مرارا وتكرارا عبر منصات التواصل الاجتماعي. فضبط المهربين بات قريبا. دعونا نشاهد جزءا من هذا التقرير الذي يوضح عملية الصدمة. إن كنت تبحث عن وطنك المسلوب عبر شاشتك الصغيرة، قد تذرف دمعة وتبوح بتنهد طويل. هذا وجع العراق.
أما النهب والسلب كما القتل والجوع سيان في ذاكرة كل عراقي، في البر والبحر وتحت كل سماء يعيث سراق البلاد خرابة، وكأن روحك مستهدفة ونفطك ونخلك وموروثك الحضاري جملة واحدة. والسارق اليوم يبحث عن تفاصيل حق هنا أو هناك، يسرق حتى حقك في مواكبة العالم عبر فضاء الشبكة العنكبوتية. فكانت سرقة ساعات الإنترنت وتهريبها أمر حاضر يحرمك الحق، كما أنت دوما تعيش طعم الحرمان. لكن للعراق هيبة لطالما حفرت بماء الذهب على مر العصور، يحيي نبضها الكاظمي اليوم ليس كرئيس وزراء فحسب، بل لأجل العراق. السيادة أولا، السيادة ثانيا، السيادة ثالثا. هكذا يدخل الرئيس هاتف كل عراقي ليبث ساعات الأمن والاستقرار، تماما كما هي عملية الصدمة التي تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس الذي يضع النقاط على حروف الاستقرار السياسي والاقتصادي، فهما وجهان لعملة واحدة. هيبة العراق هي الأمل المرتجى، أما الروابط بينك وبين وطنك اليوم هي روابط التاريخ والحاضر والمستقبل، روابط الإنترنت كذلك، حقك الشرعي كفرد تعيش في هذا العالم الذي يتقدم بينما تسرق ساعاتك المحسوبة عليك. بزعبينا لا صار الطق، بزعبينا لا صار الطق، بزعبينا لا صار الطق. الروابط متينة، وهذا ما دفع مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن يكشف عن المستور بعنوان الهيبة العراقية، ليكون الهدف الأسمى للكاظمي بالفعل كما القول. الخوف من العار أهم أسباب انتشار كورونا في العراق. نعرض هذا الفيديو لوضح مسألة الخوف من العار أو العادات والتقاليد. كورونا يأكل الأخضر واليابس، نشاهد معا. تجربة صراحة فاجأتني، لأن إحنا من أول العوائل كانت في محافظة كربلاء من المصابين، وكان أكو أكثر من فرد من عائلتي، فكانت بالنسبة لعائلة كاملة داخل حميات شيء ما ممكن شخص يتحمله. لكن أنا بصراحة كانت تجربتي أنه لعبت كل الأدوار بداخل الحميات عدا أنه أكون مريضة. كنت الطبيبة، كنت البنت، كنت المعينة، كنت المرافقة، لأن صراحة بالحميات ما عندنا مرافقين ويا المرضى. حالياً طوعت أنه أكون بغرفة الانتظار استشارية اللي تفحص المرضى اللي عندهم أعراض كورونا، وهذا الشيء طبعاً مو بالسهل طبيب يكون بي أنه يرجع نفس المكان اللي انطلق منه الموضوع. وأخيراً، ما زال الشعب العراقي يبحث عن الحرية. السلطات الأمنية تعتقل الناشط هيثم سليمان بعد نشره مقطع فيديو عن تفشي فيروس كورونا يكشف فيه عن بعض الأخطاء والتجاوزات الصحية، نشاهد معاً. صار هناك صفقة من دار صحة المثنى بشراء كمامات وبسعر خيالي، يعني الكمامة سعرها 18 ما يقارب حتى وصل 18 دولار، فكان هناك فساد فاحش بهذا الموضوع. هي سعرها ما يتجاوز 3 دولارات، نشرنا على صفحاتنا على الفيسبوك وقلنا سوف تكون لنا وقفة احتجاجية ضد دائرة الصحة. في اليوم التالي من بعد نشر هذا المنشور على الفيسبوك اجوا أربعة من دائرة استخبارات وزارة الداخلية للبيت، انا ما كنت موجود، هددوهم قال لهم لازم يتوقف عن هكذا نشر ولا سيكون لنا اعتقال، وسوف يعني نأدبه
نشرت هكذا قلت اجت الدوريه من 4 اشخاص من استخبارات هدوا عائلتي بالاعتقال والتعذيب اذا لم اتوقف عن نشر او الوقوف في وقف احتجاجيه ضد صفقه الفساد. في اليوم التالي في باب البيت سياره هم من 4 اشخاص تم اعتقالي واغتيال وربط عيني في كم يعني بوساده وكذلك يدي الى الخلف وتم اغتيادي الى دائره الاستخبارات المثنى. تم نزع ملابسي وثقوني الى الخلف وتم اللي ما يسمى برفع الفلقه وتم يعني التعذيب مستمر علي من الساعه تقريبا 9 بالليل لحد الساعه 4 صباحا. والتعذيب يعني في جميع اكتار جميع اماكن جسمي حتى في الاماكن الحساسه زين كل ما هم عندهم ان يردون عندي فد اعترافات لا وجود لها مجرد ان يردون حتى انا بلكت يعني انجر الى اعترافات تديني في القضاء وهي بعيده كل البعد عن الموضوع اللي هم جابوني عليه. اي يعني اي ناشط يرفض هذا العمل الحزب في هذه المحافظه من فساد من سرقات يتوجه له من دائره الاستخبارات او الشرطه لاعتقاله. في الختام، نحن في زمن كورونا، لابد ان نرتدي كمامه في اوقاتنا كلها. هذه الكمامه سارتديها بهذا الشكل، هذا الارتداء خاطئ، لكن بعض العراقيين يرتدونها هكذا. تدرون لماذا؟ لأن أنوف العراقيين عالية في السماء، تتنفس الحرية وتبحث عن حرية لأجل العراق. أستودعكم الله.